قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم والله مولاكم وهو العليم الحكيم
عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن مسلمات مؤمنات عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا
عليها ملائكة
عَسَى رَبُّكُمْ أَنْ يُكَفِّرَ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَيُدْخِلَكُمْ ويدخلكم جنات ويدخلكم جنات ويدخلكم جنات تجري تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا ربنا أتمم لنا يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة كانتا تحت عبدين من عبادنا كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما
فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل ادخلا النار مع الداخلين. وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح بسم الله الرحمن الرحيم.
فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. صدق الله.